السلام عليكم. كوريا الشمالية تؤكد رسميا تنفيذ إطلاق ناجح لصاروخ فرط صوتي. إن لم تكن مشاركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت كوريا الشمالية بشكل رسمي أنها نفذت فجر الثلاثاء عملية إطلاق ناجحة لصاروخ فرط صوتي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء أن الاختبار نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مبينة أن الصاروخ حمل رأسا حربيا انزلاقيا فرط صوتي وحلق لأكثر من 1000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة. وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي صباح الثلاثاء باتجاه بحر اليابان، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي. وأعلن البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تمثل خطرا على المجتمع الدولي، داعيا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن الاستفزازات. في الأخير، إذا كنتم من المعجبين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.